أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الجهاد وأحكامه، هل الكلام فيها مشاع لكل أحد؟ وهل يتكلم فيها في مجالس العوام وغيرهم؟ الجهاد باب عظيم في الإسلام، وهو من صلاحيات ولي الأمر ومن صلاحيات العلماء لا من صلاحيات العوام وأنصاف المتعلمين والجهال وأصحاب الأهواء والخوارج، ما هم من صلاحياتهم الكلام في الجهاد. هذا باب عظيم له أحكام له شروط، لا بد من أنه يرجع فيه إلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء، هم الذين يسند إليهم أمر الجهاد والكلام فيه والنظر فيه. نعم.